معايا الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري. مساء الخيرات يا يحيى بيه. مساء الخير استاذ تامر، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام، كله بخير الحمد لله. الحمد لله. انسى بقى الافتاء اللي انا فاتيته ده يا فندم، وقول للناس الكلام المظبوط. لا بالعكس، حضرتك اتكلمت في الطريق السليم بالظبط، اعتقد شرحتها بشكل ميسر يعني. هل فعلا قرار البنك المركزي بخفض سعر الفايده ده معناه المؤشرات الايجابيه اللي انا اتكلمت فيها، سواء معدل النمو او معدل التضخم اللي بيقل او حاله الاقتصاد اللي بتستقر؟ بدون شك يعني من ساعه ما حدث الاصلاح الاقتصادي من 11/2016 وحصل نوع من انواع اسعار التضخم عشان نقدر يحصل من السيطره الاسواق، الحمد لله الامور مشيت في الاتجاه السليم، سياسات الاقتصاد كلها اتحسنت بشكل كبير لغايه ما وصلنا نزلنا من معدل تضخم 34% دلوقتي الى اقل من رقم واحد، اقل من 10% بيتراوح من 8-8.5%، فده مؤشر جيد جدا. في نفس الوقت الاسواق العالميه حصل فيها نوع من انواع التخفيض، سواء في على امريكا بالنسبه لسعر الدولار العائد على الدولار برضو هم واخدين سياسه تيسير كامل، فابتدوا يخفضوا سعر الفايد عليه. حتى الدول اللي كان عندها بعض المشاكل زي تركيا ابتدت تخفض سعر الفايده، خفضته حوالي 4%، فبالتالي كانت في فرصه مواتيه ان احنا بعد التحسن اللي حصل وتوفر العمله الاجنبيه بشكل كبير ان يحصل نوع من انواع بقى التخفيض لاسعار الفايده اللي صحيح. كانت مرتفعه فعلا. وحضرتك زي ما اشرت هي ليها جانبين، جانب لجانب الناس اللي حاطه الودائع بتاعتها، وفين بالنسبه للاقتراض. طبعا كل ما هيحصل تخفيض كل ما ده هيزود حاله الاقتراض اللي في السوق صح. وهيزود حاله النمو والتنميه اللي في السوق، فبالتالي هتعود على الباقي بفايده كويسه لان صحيح. ده بيخفض من ناحيه اخرى بس بيزود العماله. بس انا لو سمحت لي بس يا استاذ يحيى في النقطه دي، وانا بشكرك على اثارتها عشان برضو اوجه كلمه للساده المواطنين وحضرتك معايا وتؤكد عليها، انه طبعا خفض معدل الفايدة على الودائع وعلى الاقتراض هيزود بالتأكيد نسبة الاقتراض من المواطنين من البنوك، بس أنا نفسي طبعا كل واحد حر في التصرفات، بس أنا نفسي يبقى الاقتراض من البنوك أكتر منه علشان إقامة مشروعات مش عشان الاستهلاك. اكيد كلنا بنتمنى كده وكلنا بندفع الى هذا. مهم جدا ان احنا نهتم بالاستدامه في الاقتراض بتاعنا اللي هو يفيد عمليات التصنيع وعمليات التصدير وعمليات الخدمات، فاعتقد هو ده الفتره القادمه اهتمام كل البنوك، الجهاز المصرفي والبنك المركزي. والدليل على ذلك ان البنك المركزي مركز بالنسبه لمبادره المشروعات الصغيره المتوسطه في هذا صحيح. الاتجاه، فاعتقد كلنا في هذا الاتجاه هنزود، هيبقى في فرصه متاحه بشكل قوي لكل المصانع انها تقدر تقترض دلوقتي باسعار مقبوله جدا ومرشحه كمان انها تنخفض في المستقبل ان شاء الله مع استمرار نجاح الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها. ما هو ده كان سؤالي يا حبيبي، انه المحللين وانا شخصيا كنت متوقع ان البنك المركزي يخفض ربما بنسبه اكبر شويه تصل ل 2.5-3%، بس يبدو انه تقرر الاكتفاء ب 1.5%. دائما يا فندم ان في مؤشرات بتبقاش المؤشرات كلها بتبقى واضحه وصلت البنك المركزي وهو بياخد القرار، فما خد بال حضرتك ان الاقتصاد اي مؤشر بتاخده او اي قرار بتاخده بيبقى ليه تاثيرات يمينا ويسارا او يعني ايجابيه وسلبيه، فبالتالي بياخد لازم يكون بياخد القرار بحساسيه مطلقه لان انت مرتبط في حته ثانيه بسعر الصرف وتغير سعر الصرف والمستثمرين الاجانب الداخلين وهكذا، فبالتالي مش بسهوله ان انا اقدر الاقي السوق نزل بره ب 3% او زاد ب 4% انا امشي وراهم. انا بيبقى عندي ميزان حساس جدا في عند البنك المركزي وهو بيقيس امتى ينزل وينزل بقد ايه، فهو بيبقى اقدر على هذا الحسبة يعني. طيب سؤال اخير فيما يتعلق بتعاملات المواطنين مع البنوك، هذا القرار اللي اتخذ منذ ساعات يسري على الودائع والشهادات والاقتراض اللي هيبدا من تاريخه يعني من يوم الحد. حضرتك كل واحد اشترى شهادات حتى لغاية اليوم فهي السعر اللي هو مشتري عليه مستمر بنفس سعر الشهادة طالما سعر الشهادة كان ثابت من الأول، لان انت حضرتك هتعرف ان في نوعين من الشهادات، شهادات ذات اسعار ثابتة وشهادات ذات اسعار متغيرة. مزبوط. بالنسبة للثابت هتستمر معاه الفترة القادمة. الثابت ده يعني المواطن اللي اشترى النهاردة الصبح شهادة من البنك الاهلي مثلا من ابو 15% لمدة 3 سنين مستمرة 3 سنين يا فندم، مستمرة 3 سنين بال 15 لن يصيبها التغيير ده. مظبوط التغيير ده بأثر لاحق للي هيشتري شهادات او هيقترض
بالظبط. احنا بالفعل خدنا القرار ان احنا هنخفض سعر العائد بدل مش 1.5 زي ما انخفض، لا احنا هنخفض ب 1% فقط بالنسبه لاسعار الشهادات البلاتينيه اللي موجوده في البنك الاهلي، فيما عدا الشهاده المتغيره هي اللي بتنزل 1.5 لانها مرتبطه بسعر الاقراض الخاص او سعر الكريدور بتاع البنك المركزي، فبالتالي هي اللي هتنزل ب 1.5. يعني لكن بقيه يعني الشهادات كلها هتبقى اللي هي ب 15 هتبقى 14، ال 15 والربع اللي هي كل 3 شهور هتبقى ب 14 والربع. الخبر ده كده من البنك الاهلي انه الشهادات البلاتينيه الثلاث سنين اللي كانت ب 15 وربع هتبقى ب 14 وربع. مظبوط يا فندم. واللي عائدها شهري 14 15 هتبقى 14. 1% مش 1.5. لا 1% فقط. اللي هتنزل 1.5 هي الكوريدور. فقط الشهاده متغيره العائد. اللي هي بيسموها الكوريدور في البنوك. مظبوط. بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري، وخبر جديد اهو مهم لمشاهدي اخر النهار انه